لكن خطأ بهدف دخل فيك. هو بص يا اسلام، يعني هي يعني عايزين نقول برضو المباراه في ظل الظروف اللي اتلعبت فيها والسفر والرطوبه والحاجات اللي هي، برغم ان احنا معظم اللعيبه يعني خلاص خدت بقى على الاجواء دي بالظبط، يعني عندها من الخبرات، لسه كنا في تنزانيا اصلا يعني من الخبرات انها يعني تقاوم الرطوبه والملاعب الكذا والسفر. واحنا هنا بنقول دايما كده حتى في الاستوديو، ما حدش يقول لنا الحذاء الملعب بالظبط، لان المفروض الحاجات دي خلاص بالظبط. عدم الخساره ايا كان التعادل اللي حصل مع تصدرك المجموعه، مع نتائج كمان الاخرين اللي هم ابطال برضو افريقيا في بطولات مختلفه، سان داونز بيتغلب، الوداد برضو البطل اتغلب، ترجي اتغلب، النجم اتغلب، كله تعتبر يعني نتيجه مقبوله. بس بعض الناس من جمهور النادي الاهلي اللي هم يعني مش عاجبهم او متضايقين شويه، هم عارفين ان امكانيات النادي الاهلي كبيره قوي صحيح، وعارفين ان اللعيبه دي عندها خبرات صحيح كبيره، وفي النادي الاهلي عنده احسن، وكان قادر مزبوط في المباراه دي ان هو يطلع بالثلاثه بوم يخلوه ان هو يعني يبعد جاي شويه، وفي نفس الوقت برضو يعني سواء المكسب الفرص يعني كانت كان ممكن لو في بعض التركيز، كذلك برضو الجون اللي جه في توقيت صعب في الاخر برضو نتيجه ليه برضو غلطه دفاعيه. فالجمهور النادي الاهلي انه تعود على النتائج وتعود على البطولات، متعود برضو على الاداء كويس صحيح.